سعياً من مجلس الإدارة لتحقيق استدامة أفضل في معدلات نمو الأرباح، ونظراً لمحدودية السوق المحلي والفرص التمويلية المتاحة به، فضلاً عن التحديات التي يفرضها حجم البنك عند المنافسة إقليمياً، فقد ارتاء مجلس الإدارة الاستعانة بالمستشارين العالميين لتحديد الإطار المستقبلي الاستراتيجي لتحقيق أهداف البنك، حيث خلصت الدراسات والنقاشات التي تمت في مجلس الإدارة إلى تبني استراتيجية الاستحواذ، سعياً من البنك لتحقيق ديمومة أكبر في معدلات نمو الربحية والتوزيعات على مساهميه. ولا تعتبر استراتيجية الاستحواذ بدعة في العمل المصرفي، ولو استطلعنا تجارب الدول المحيطة والتي سبقتنا في عدة مجالات أو تجارب البنوك في الدول العالمية، لوجدنا أن كبرى المؤسسات المصرفية ما هي إلا نتاج عمليات استحواذ واندماج.